السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن غالي من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا مقابله داخل مقابله، اليوم مقابله كبيره، مقابله ممتعه، مقابله رائعه بكل صراحه بين فرانكفورت ودورتموند، مقابله داخل مقابله، فارس شايبي ضد رامي بن سبعيني. مقابله عرفت مشاركة رامي بن سبعيني أساسي مع ناديه دورتموند، وأيضا مشاركة فارس شايبي مع ناديه فرانكفورت أساسي. إذا الشوط الأول كان متفوق فرانكفورت على دورتموند هدفين لصفر، الهدف الأول ضربة جزاء مرموش، والهدف الثاني أيضا عن طريق مرموش اللاعب المصري. شايبي كان عمل مقابلة كبيرة في الشوط الأول خاصة من جهة رامي بن سبعيني، كل صراحة تعب رامي، تعبه هذه حقيقة. في زوج ماذا بينا يتألقوا، ماذا بينا في زوج يديروا مقابلة كبيرة سواء رامي أو شايبي، لكن نهضروا إحقاقا للحق. فارس شايبي دار شوط أول رائع خاصة من جهة رامي، لعب على جهة رامي وتعبوا بزاف، تعبوا بزاف كل صراحة. أنا الشيء اللي مدوخني أنه فارس شايبي في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني يلعب في الشق الهجومي جناح أيمن، وبعد يبدل جناح ايسر. الشوط الثاني بدل مع دخل غوتزي، لما دخل غوتزي دخل غير المكان تاعو ولا جناح ايسر، لكن في المنتخب الوطني يلعب كوسط ميدان، ما بانش بزاف، ما يبناش حنا شايبي انه عنده مستوى ولعب خطير، لانه يلعب في وسط الميدان واحيانا يلعب مع زروقي في وسط الميدان. المفروض يعني شايبي يكون في كجناح مثل ما راهو يوظف فيه المدرب نتاعو في فرانكفورت كجناح ايمن او جناح ايسر. اذا الخطوره تاعو تبان لما يلعب الاجنحه. لعب اليوم تعب رامي بن سبعيني في الشوط الاول، وكانت عنده كره اعطاها اسيست ولا اروع لمرموش المصري، لكن فيها وعليها ضربه جزاء، لكن الحكم ما صفرهاش ضربه جزاء. انا نشوفها ضربه جزاء، لمس لقدم اللاعب مرموش وعرقلت مرموش من قبل حارس دورتموند. الحكم رجع للفار وطول بزاف هو في الفار، ما عطاهمش ضربه جزاء. لكن انا وجهه نظر تاعي، مانيش حكم لكن نعطي وجهه نظر تاعي بسيطه، نشوف انها فيها ضربه جزاء لانه فيها تلامس يد الحارس مع قدم مرموش، ما صفرهاش الحكم وقالت نتيجه هدف لصفر. الى غايه تحرك رامي بن سبعيني، هنا رامي بن سبعيني بانت القيمه تاعو لما يساعد الهجوم. رامي بن سبعيني يعطي كرة مهاجم يعطيها لزميله اللي يسدد من بعيد ويسجل هدف يقلص به النتيجة. هنا يبان دور رامي بن سبعيني في مساعدة وفي بناء الهجمة. الهجمة والخطورة بدأت من عند رامي بن سبعيني، المبادرة بدأت من عند رامي بن سبعيني. هدفين لهدف. الشوط الثاني تغيرت نوعا ما المعطيات، حاول انه شايبي يمارس الضغط على رامي بن سبعيني، وفي نفس الوقت دورتموند دار بعض التغييرات خلته يسجل هدف التعادل 2-2. من بعدها دورتموند حاول انه يشكل خطوره على دفاع دورتموند، كره فيها شوي بعض الانانيه. انا نشوف باللي مرموش ماهوش يلعب بزاف مع شايبي، ما يلعبش بزاف وحب يسجل هاتريك باش يبقى هاتريك سجلته ضد دورتموند، لكن ما يلعبش في المجموعه. مرموش يلعب نوعا ما اناني، كره كان معاه شايبي لكن هو فضل الحل الفردي وراحت له الهجمه، راحت الهجمه لفرانكفورت وضاعت الكره. الى غايه بكل صراحه الياس الصغيري دار مقابله كبيره وسط ميدان تونسي اللي ما كانش اناني وشاف شايبي وحده واعطاه الكره. الكرة انا اشوفها باللي فيها شويه حظ وتحب شايبي، كل صراحه الكرة تحب شايبي وفيها شويه حظ. الكرة تقريبا راحت له ما شافهاش اصلا، من بعدها لقاها امامه ورامي بن سبعيني يعني حاول انه يخرج الكرة وحاول انه يبعد الخطر، لكن خلاص يعني وجه لوجه شايبي ما في الفرص هذه قليل ويضيع. يسجل الهدف الثالث 3-2، لكن دورتموند ما استسلمش، واصل المبادره تاعو، واصل نقل الخطوره تاعو. بعدها دخول كما قلت غوتزي خلى شايبي يلعب على الجهه الاخرى اللي هي الجهه اليسرى. شايبي بدا عليه التعب نوعا ما،
عطل الهجمة كان قادر ينهيها بسرعة، لكن هو البطء نتاعو ممكن بسبب التعب خلى الكرة تروح. من بعدها استغل الفرصة دورتموند كرة من بن سبعيني لكريم اللاعب دورتموند اللي يوزع البديل اللي دخل في الشوط الثاني يسجل هدف الثالث، هدف التعادل 3-3. لكن بكل صراحة مقابلة ممتعة وشيقة، يعني نوعا ما يكون فقط الأمطار اللي عطلت نوعا ما تحرك الكرة، لكن على المجمل مقابلة جميلة، مقابلة ممتازة. شايبي خرج ودخل مكانه لاعب ماكس. شايبي ممكن في الدقائق الأخيرة بان عليه التعب والإرهاق، لكن بالنسبة لي أنا أشوف اللي شايبي ضمن مكانة أساسية في نادي فرانكفورت، وهو لاعب شاب ولاعب جديد، على كل حالة لاعب شاب ولاعب جديد ضمن المكانة الأساسية بتاعه بنسبة كبيرة، راح يعمل عليه المدرب في باقي المقابلات. رامي حاول أنه يساعد المجموعة، لكن فيه ممكن بعض التراخي وأس صغار نقوله نوعا ما نادي فرانكفورت في البداية، لكن حتى دارك نادي دورتموند هذا الأمر، وبان أنه بانت الشخصية نتاع نادي دورتموند على أرضية ميدان، شفناها خاصة في الشوط الثاني وعدلوا النتيجة 3-3. رامي بن سبعيني تحصل على تنقيط لبس به من موقع سوفا سكور 7.2، لكن موقع هو سكور تعطاه 6.6، تنقيط أنا ما نشوفه ظالم. شايبي تحصل على تنقيط 7.3 من موقع سوفا سكور، على كل حال تنقيط لبس به تنقيط جيد. شايبي يوصل في النسق التصاعدي، مقابلات الأوروبا ليج، المقابلات الدوري الألماني، رأوا في نسق تصاعدي بدا يتأقلم ويتعرف مليح على الفريق مع المجموعة، بدا يضمن مكانة أساسية. المقابلة تاع اليوم يبين المرة هذه راه واجه نادي دورتموند، ما واجهش نادي ضعيف، نادي دورتموند نادي كبير يلعب دوري أبطال أوروبا، بين أنه عنده قيمته وعنده مكانة نتاعو في 11 لاعب نتاع فرانكفورت. فقط أنا كما قلت نشوف باللي المشكلة أيضا في مرموش، اللي صحيح أنه سجل ثنائية، لكن يغلب عليه الطابع الأنانية، طابع الأنانية نوعا ما اللي شفته في لقطة وزوج كان أمامه شايبي ما عطالوش الكرة. إذا بكل صراحة شايبي إن شاء الله أنه مدرب منتخب الناخب الوطني يشاهد المقابلة ويشوف المركز اللي يلعب فيه شايبي، مركز جناح أيمن وأيسر، ماهوش يلعب في وسط الميدان أو وسط ميدان دفاعي. اليوم شايبي دار مقابلة كبيرة لأنه يلعب في المنصب اللي يرتاح فيه. أيضا لما كان في تولوز كان يلعب 9.5، أحيانا يلعب كرأس حربة، وأحيانا يلعب كجناح أيمن أو جناح أيسر، وهذا هو المنصب المفضل لشايبي واللي يبرز فيه واللي يبان فيه. إذا رابي بن سبعيني دار مقابلة أيضا دفاعية ممتازة، فيه بعض الأخطاء نظرا لأن شايبي يعرف مليح رابي بن سبعيني، وبالتالي درس زميله في المنتخب الوطني، هذا امر طبيعي، هذه كره قدم يعني خاوه وتلاقى وفي منتخب وطني، لكن معنا ديك انت دير مقابله كبيره وانا ندير ايضا مقابله كبيره، وهذه هي الاحترافيه على كل حال. اذا برافو لرابي بن سبعيني، برافو لفارس شايبي، مزيد من التالق ان شاء الله. اذا في الاخير ملتقانا مع مز من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.